ما فيش حد في التاريخ عنده تفاهتي خالص. لا لا ما فيش حد. لا اهلا، واضح انا عمرو واحد. اعتقد هيعرفوني كويس يعني، اعتقد. ما قلتوش قبل كده لحد. اكتر حاجه بحبها في اكل في الدنيا والحلاوه الطحينيه. مش عارف حد يعرف الموضوع ده ولا لا. رسوم متحركه. اختار المينيونز، بحب المينيونز جدا. الهزار على طول. متأكدة ماما ان الجاكيت حلو عليا يعني؟ انا حاسس انه واسع سيكا بس. ما فيش حد في التاريخ عنده تفاهتي خالص. لا لا ما فيش حد. لا خالص. ما دام شخصية تاريخية يبقى شخصية مرموقة، وانا لسه ما عملتش حاجة في حياتي. كنت في الشارع على طول. اي كل الوان اللعب بقى، الشارع، سبت جندر، كوره، سبع طوبات كده، كل حاجه، كل ما هو شارع يعني. اغرب عاده عندي هو الناس يعني دايما بيقولوا لي انت بتنام في اي ظروف، تحت اي حته يعني. في التصوير بقى نبقى قاعدين بقى بين المشاهد بنام، في السفر في متكون في اي حته بنام، بعرف اتاقلم وانام في اي حته، حتى لو في الدوشه في الحاجات دي كلها بعرف اخد وقتي من النوم بسرعه يعني. ما بخافش من الحيوانات، ما بخافش من المية، ما بخافش من الضلمة. أكيد أكيد كذبت، كذبت وأنا صغير في المدرسة، حورت في التأخير، كذبت يعني على أصحابي مش قوي، لأن في الأول وفي الآخر صحابك ده يعني ما يتفلقوا عادي يعني. إنما أهلك في الأول وفي الآخر ساعات بيبقى في حاجات اللي هو اتأخرت ليه؟ ما أنا أصلا كنت كذا، ما رحتش الدرس ليه؟ ما يعني عشان كذا. فالحاجات اللي هي دي عملتها طبعا. الو، ايوه يا شيف شربيني، ايه حركات المخطوبين دي؟ ما ترد عليا، وانا لازم اكلمك ورقم غريب يعني عشان امسكك؟ في ايه؟ شكرا جدا جدا جدا، واضح.